الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوج، نبدأها بأبرز العناوين. حلول الحوار تبشر بإنهاء الانسداد، اجتماعات حاسمة بأربيل وبغداد، والتسوية الدستورية أساس يمنع تجدد الأزمات. بعد أن تسرب فساده صوتياً، أبو مازن بلا حصانة تمهيداً لمحاكمته، وجملونات تزج بمسؤولين في السجن. طرق نيسمية في ديالة تتسرب منها أطنان من الوقود المهرب، مافيا متنفذة تفرغ المحافظة من مخزونها. بمساحة أكثر من 100 دونم، الأنبار توسع الاستثمار السياحي وتخطط لإنشاء أكبر مجمع سياحي في الثرثار. رغم التحديات الاقتصادية، الإقليم يطلق رؤية 2030، الهدف تحويله إلى المركز التجاري الأول بالمنطقة. البداية سياسيا، إذ شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماعات سياسية وصفت بالحاسمة لإنهاء الأزمة الراهنة بين قيادات الإطار التنسيقي والآخر بين رئيسي الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين. مصادر مطلعة أكدت أن قيادات الإطار التنسيقي التي حضرت الاجتماع ناقشت تحديد جلسة مجلس النواب القادمة، فيما أشارت مصادر سياسية كردية أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالباني ناقشا خلال اجتماعهما في إربيل ملف رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية. ينضم إلينا مراسلينا علي عبد الكريم من بغداد وبشير الحسن من أربيل، وأبدأ مع بشير. مرحبا بك بشير. اجتماع بافل طلباني ومسعود بارزاني من المفترض أن يكون قد أفضى إلى تطورات جديدة حول الاتفاق على رئاسة الجمهورية. بداية أهلا محمد، يعني آخر المستجدات السياسية على الساحة الكردستانية، اليوم كان هناك اجتماع مهم جمع السيد مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسيد بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل. هذا الاجتماع تناول حقيقة نقاط مهمة تتعلق برئاسة الجمهورية، هذا الملف الشائك والملف يعني الملف الشائك ما بين الأحزاب الكردية. إلى الآن هناك يعني تسوية حول هذا الملف، حول مرشح تسوية ما بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والذهاب إلى بغداد بمرشح واحد حول يعني منصب رئيس الجمهورية. أيضا يعني تطرق هذا الاجتماع إلى الانتخابات البرلمانية القادمة. إلى الآن لم يصدر محمد بيان رسمي من قبل الديمقراطي الكردستاني حول طبيعة هذا الاجتماع، ولكن جميع المعطيات والمؤشرات تؤكد بأن هذا الاجتماع تناول جملة من القضايا المهمة والحساسة الداخلية في إقليم كردستان التي تصب أولا وأخيرا في حول مرشح رئاسة الجمهورية. هذا ليس الاجتماع الأول بين السيد مسعود البارزاني وبابا الطالباني، كان هناك أيضا اجتماع آخر قبل تقريبا بحدود 20 يوم جمع الزعيمين. أيضا هناك كانت اجتماعات مهمة ترأسها السيد جرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان مع الأحزاب الكردستانية جميعا في السليمانية، التقى مع يعني الاتحاد الوطني ومع حركة التغيير وأيضا مع الاتحاد الإسلامي ومع الجيل الجديد. جميع هذه الاجتماعات تصب حول توحيد رؤية موحدة مشتركة تخرج بها الأحزاب الكردية مجتمعة، وهي يعني منصب رئيس الجمهورية، وأيضا هناك يعني حول انتخابات برلمان إقليم كردستان المزمع إجرائها في العاشر من هذا الشهر. يعني حقيقة محمد، يعني الاجتماعات تصب في توحيد رؤى إقليم كردستان قبل الذهاب إلى بغداد. نعم. الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن موقفه من الانتخابات المبكرة وحل البرلمان، وقال بأن نحن لا نعارض إجراء انتخابات مبكرة، ولكن وفق شروط. من هذه الشروط هي محمد يعني أن لا تكون يعني معادة ومكررة الأخطاء التي شابتها في الانتخابات السابقة، وموافقة جميع القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية. وأيضا يعني هذه الانتخابات يجب أن تكون يعني انتخابات سليمة نزيهة
وفق يعني مراقبة دولية. عموما محمد، الوضع في كردستان يبشر بخير، هناك تفاؤل، هناك تفاؤل شعبي، هناك تفاؤل سياسي داخل الأحزاب الكردستانية. نعم. هو يعني نعم توحيد الموقف الكردي، توحيد البيت الكردي حول موقف موحد، يعني هو الذهاب إلى بغداد. نعم. مرشح تسوية واحد بشير لمنصب رئيس. نعم. الجمهورية. ونحن أيضا يعني حقيقة يعني عبد محمد، عفوا إذا سمحت لي، يعني منذ عام 2005 إلى الآن هناك ثلاثة رؤساء كانوا من الاتحاد الوطني الكردستاني تولوا منصب رئيس جمهورية العراق، هم السيد المرحوم جلال الطالباني وفؤاد حسين وبرهم صالح. يعني هذا العرف السياسي قد لا يتكرر. نعم. في السابق يعني هناك يعني مباحثات، هناك مشاورات، هناك يعني اجتماعات يعني سرية بعيدة عن الإعلام للخروج بموقف موحد لجميع القوى الكردستانية. نعم. قبل الذهاب إلى بغداد. نعم بشير، ونحن أيضا نذهب إلى بغداد. وعلي عبد الكريم، مرحبا بك. علي، ما هي أبرز التطورات الخاصة باجتماع الإطار التنسيقي، ومن هم أبرز الحاضرين؟ نعم محمد، يعني أبدأ من حيث انتهى زميلي بشير. وصل قبل قليل السيد بافال طلباني إلى بغداد، سيكون هناك اجتماع خلال الدقائق القادمة مع سيد هادي العامري. مصادرنا تتحدث عن هناك اتفاق بين الأحزاب الكردية على سيد عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية بين الحزبين الكرديين. وأيضا يعني قبل قليل انتهى اجتماع الإطار التنسيقي، كان هناك عدد من زعماء الإطار التنسيقي متواجدين. هناك يعني اختلاف بما يخص موضوع رئيس الوزراء بين أطراف الإطار التنسيقي، هم إلى غاية الآن يتحدثون عن إصرارهم على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. لكن بعد حديث السيد مقتدى الصدر الأخير أو وزير القائد، تحدث عن استمرار السيد الكاظمي. هنا الاختلاف بين أطراف الإطار التنسيقي، حيث هناك اختلاف بين من يريد السيد محمد شياع السوداني، وهناك من يتحدث عن استمرار السيد مصطفى الكاظمي. لكن الاتفاق الآن داخل الإطار التنسيقي على ضرورة تشكيل الحكومة، وتشكيل حكومة تستمر لمدة 18 شهر أي عام ونصف، من أجل التهيئة لانتخابات مبكرة، وأيضا يعني اختيار مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات. هذا هو الاختلاف بين الإطار والتيار لغاية الآن، حيث الإطار التنسيقي يتحدث عن ضرورة تغيير قانون الانتخابات وأيضا مفوضية الانتخابات، والتيار الصدري يريد البقاء على المفوضية وأيضا البقاء على هذا القانون. يتوقع أيضا هذا الاجتماع الذي لغاية الآن لم يصدر بيان ختامي من قبل الإطار التنسيقي بما يخصه، أن يخرج بمخرجات وتوصيات إلى السيد هادي العامري قبل الذهاب إلى الحنانة. يعني هناك الحديث يدور عن أن سيكون هناك لقاء في الحنانة خلال الأيام القادمة، اللقاء يجمع السيد خميس الخنجر، الشيخ خميس الخنجر، وأيضا السيد الحلبوسي وممثل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى السيد هادي العامري للذهاب إلى الحنانة. وأيضا يكون هناك تسوية ومحاولة لإرضاء السيد الصدر. الذهاب إلى الحنانة سيناقش أربع نقاط مهمة، أبرز هذه النقاط هو تشكيل الحكومة واختيار حكومة ترضي السيد الصدر، وأيضا المباحثات بشأن قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات، وأيضا أهمية عودة السيد مقتدى الصدر بالفترة القادمة إلى العمل السياسي بعد ما أعلن اعتزاله. أيضا نعم. أطراف الإطار وأيضا السيادة والديمقراطية الكردستاني بضرورة عودة السيد مقتدى الصدر لما يمثله من ثقل شعبي وأيضا سياسي، ولا يمكن أن تمضي الحكومة بدون موافقة السيد الصدر. في بغداد هنا الاجتماعات مستمرة بين أغلب الكتل السياسية، وأيضا بالتزامن مع ذلك هناك إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء لغاية
اللحظة، هناك يعني نصب عدد من الحواجز الكونكريتية في بغداد. نعم، وفي جميع مداخل المنطقة الخضراء، هذا يعني نشاهده ملموس على أرض الواقع لغاية الآن. نعم، علي عبد الكريم من بغداد وبشير الحسن من أربيل مراسلينا، شكرا جزيلا لكما. إذن حراك سياسي متسارع لإنتاج تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة وتعيد شرعية العملية السياسية لدى المواطنين. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. حراك سياسي متسارع لإنتاج تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة وتعيد شرعية العملية السياسية لدى المواطنين. ذلك الحراك الذي بدأ صداه يتسع لاجتياز المطبات والمعرقلات التي توضع للحصول على مكاسب في مفاوضات يأمل منها الشارع الخروج بحلول تنهي الأزمة السياسية. أهم ملامح هذا الحراك أن الخلافات بين القوى السياسية يجب ألا تتمحور حول المرشح الأفضل لمصالح هذه القوى أو تلك، بل كيف يتم الحكم ووفق أي معايير صالحة وممكنة تدار المرحلة الراهنة والمستقبل المنظور، وهذا ما ينتظره الجمهور من قواه الوطنية. المبادرة المقبولة لدى الشارع هي التي تركز على ضرورة اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن هوية الشخص الذي سيعتمد هذا المسار، والأهم هو اتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد الحاصل وتخرج البلاد من عنق الأزمة. إذن لا خيار يمنح العراقيين فرصة لرؤية الضوء في آخر النفق سوى تركيز الجهود على كيفية الحكم على أساس دستوري والابتعاد عن ورقة من سيحكم التي تستخدمها المواقف المضادة لتمرير أجندات ومصالح خاصة تعتاش على استمرار الأزمات وإشاعة الفوضى. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمد زنقنة، أهلا وسهلا بك. يعني هل سيخرج اجتماع السيد مسعود برزاني وبافال طلباني باتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية؟ نعم، مساء الخير، تحية لك سيد جمانة وتحية للأخ محمد ولكل الزملاء والمشاهدين. طبعا كان هناك تصريح يوم أمس من قبل السيد بنقير ريكاني، قال بأن السيد بافل طالباني قال أنا سأحسم موضوع رئاسة الجمهورية مع الرئيس مسعود بارزاني، وأن الطرفان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني هم يسعيان إلى وجود مرشح واحد لرئاسة الجمهورية والطرفان يعملان على هذا الموضوع. نعم، الطرفان يعملان على وجود هذا المرشح الموحد، يعني من الممكن أن يكون مرشحا متفقا عليه بين الجانبين، وخصوصا أن الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم يعاني من الكثير من المشاكل التنظيمية الداخلية، وخصوصا بعد تثبيت النظام الرئاسي حيث كان هناك انشقاق في داخل صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا الانشقاق أدى بهم إلى تثبيت النظام الرئاسي في داخل صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، والقيادة الحالية بكل صراحة تتخوف من أن يكون هناك دور للمنشقين من الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد، لذلك هم لا يريدون أن يخسروا حلفائهم في الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني لا يريد أن يخسر حليفه الاستراتيجي الحزب الديمقراطي الكردستاني. لذلك أنا أرى بأن الأيام القليلة القادمة سوف تكون كفيلة بوجود نتيجة إيجابية لهذا الموضوع، وخصوصا أن هناك اجتماعات سابقة مع الرئيس نيتشيرفان بارزاني مع الدكتور فؤاد حسين أوحد بأن الطرفان متفقان على الكثير من الأمور، وأنهم ماضون قدما وفي خط مستقيم وطريق مستقيم لتثبيت مرشح الرئاسة، مرشح رئاسة الجمهورية بين الجانبين. نعم نعم، يعني إذا أنت تعتقد أو ترى أنه سيكون هناك نتيجة إيجابية في الأيام المقبلة. طيب هذا الاتفاق المرتقب بين البارتي واليكتي، على ماذا سيستند هذا الاتفاق؟ يعني نتحدث ربما عن قانون الانتخابات في الإقليم، عن مناصب يعني في المركز، عن مناصب في الإقليم حتى.
نعم سيد جمانة، نعم صحيح، العلاقة بين البارتي واليكتي لا يمكن أن تلخص فقط في ملف رئاسة الجمهورية، لأن هناك الكثير من الأمور والمشتركات بين الجانبين. المشتركات هي أكثر بكثير من الاختلافات. نعم هناك اختلافات في وجهات النظر، هناك بعض الخلافات وما زالت مستمرة وهذه ستستمر بطبيعة الحال، ولكن هناك ملفات شائكة وعالقة فيما يتعلق بانتخابات إقليم كردستان. كان من المفترض أن تشهد مدن ومحافظات الإقليم وفي 11 انتخابات لبرلمان كردستان، ولكن من الواضح بأن هذه الانتخابات سوف تؤجل لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن البرلمان ماضي قدما في إطالة عمره، وهذه المسألة سوف تتم باتفاق سياسي خارج أطر البرلمان لتشرعن مرة أخرى في داخل رقعة أو في داخل يعني أروقة البرلمان. هذا من جهة. من جهة أخرى، قانون الانتخابات فيما يتعلق بإقليم كردستان هناك شبه اتفاق على مسألة تعدد الدوائر أو مسألة وجود يعني نسبة 50% دوائر متعددة و 50% دائرة واحدة، والمكونات سوف يكون انتخاباتهم في دائرة واحدة. هذا فيما يتعلق بإقليم كردستان، هذا بالإضافة إلى دستور الإقليم وقانون رئاسة الإقليم. أما فيما يخص بغداد وقانون الانتخابات العراقي، فبكل صراحة هذه مشكلة شيعية نستطيع أن نقول أكثر مما تكون مشكلة كردية أو سنية، لأن نفوذ وحجم الأحزاب الكردية والسنية في مناطقها وفي داخل أقاليمها أو مدنها واضحة جدا وواردة، ولكن القانون الانتخابي الجديد أفرز نتيجة جديدة، في حين أن الإطار التنسيقي كان يصر على تغيير القانون الماضي. لذلك أنا أعتقد بأن الرؤى سوف تكون متوافقة تماما حيال مسألة قانون الانتخابات، أيا كان، بدليل أن البارتي والاتحاد كانا مختلفان على أو كانا متفقان على أن يختلفا مع الأطراف الشيعية على المادة 15 من القانون الحالي والذي تعترض عليه الآن أطراف الإطار التنسيقي. نعم هناك اختلافات كثيرة في وجهات النظر، ولكن بكل صراحة المتشابهات والمشتركات أكثر بكثير، وإدارة الإقليم تتطلب أن يكون هناك اتفاق قوي واتفاق راسخ، وأنا لا أستبعد أن يكون هناك تجديد أو أبديت للاتفاق الاستراتيجي الذي كان موجودا بين الاتحاد والحزب الديمقراطي منذ 2005 وحتى هذه اللحظة. طيب سيد محمد، هل يؤيد الإقليم الذهاب نحو تسوية سياسية دستورية يعني تنهي احتمالية الوقوع بانسداد مشابه لما نعيشه الآن من انسداد سياسي؟ أعتقد أن الإقليم هو الجهة الوحيدة الذي يطالب بتطبيق الدستور تطبيقا كاملا ومؤكدا وتطبيقا يتوافق ويتواءم تماما مع كافة بنود الدستور سيدتي، لأن هناك 55 مادة متجاوز عليها في هذا الدستور، وخصوصا فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية ومسائل تتعلق بالنفط والغاز ومسائل تتعلق بحدود الإقليم والمحافظات والمادة 140. بالتأكيد التسوية الدستورية أكثر ما يطالب به إقليم كردستان. الإقليم يطالب بثلاثة نقاط مهمة: الشراكة، التوافق، التوازن، ولكن التوافق هنا لا يعني وجود محاصصات سياسية وتقسيمات سياسية في المناصب بين هذا الحزب أو ذاك، والشراكة لا تعني شراكة انتقائية، والتوازن أيضا لا يعني أن يكون هناك توازنا انتقائيا فيما يتعلق بمن يميل للأحزاب المتنفذة. التسوية الدستورية أولا لحل البرلمان، هذه تتطلب تنفيذ المادة 64 من الدستور العراقي، ولكن هناك أيضا اتفاق بين الديمقراطي والسيادة بأن تكون هناك حكومة تتسلم مقاليد البلد لمدة لا تقل عن 18 شهر، هذه الحكومة تكون ذات صلاحيات قوية وكاملة، هذه الحكومة هي التي تطالب بحل البرلمان، والبرلمان على أساس المادة 64 يحل نفسه ثم يدعو إلى انتخابات مبكرة، ولكن أيضا هناك عوائق تتعلق بموازنة البرلمان، موازنة الانتخابات العفو، حيث نحتاج إلى 400 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نصف مليار دولار. هذه المسألة تحتاج إلى حكومة قوية وحكومة لديها صلاحية لإقرار هذه الموازنة. إذن كل هذه المواضيع الشائكة إقليم كردستان يطالب بحلها دستوريا وبالاعتماد على بنود ونقاط الدستور، وإلا إن لم تكن هناك تسوية دستورية فبكل صراحة من الممكن جدا أن يعود العراق لطائلة البند السابع، وأن تكون هنا قوات دولية تتدخل في الوضع الأمني العراقي مرة أخرى، ونشهد قوات متعددة الجنسيات مرة أخرى، وبذلك نعود إلى المربع الأول وكأننا لم نحقق شيئا. السيد محمد زنقنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك وشكرا لانضمامك إلينا. نبقى سياسيا، حيث دعا ائتلاف النصر إلى العمل لإنتاج تسوية سياسية دستورية تفضي لانتخابات مبكرة. وقال ائتلاف النصر في بيان له أنه يدعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي،
موضحا أن الخلافات بين القوى السياسية يجب أن لا تتمحور حول المرشح الأفضل لمصالح هذه القوى أو تلك، مشيرا إلى أن واجب القوى المعنية بالدولة هو العمل لإنتاج تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة. بدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع أن زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر يرفض قيادة الإطار التنسيقي للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الوفد الثلاثي سيكون له دور كبير في إقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية مع التيار أو من دون التيار. السيد الصدر يشكل على أن يكون الإطار هو من يقود المرحلة المقبلة ولو تقدم بأي اسم من الأسماء، ولهذا أتصور أنه الوفد الثلاثي اللي مرشح الإطار السوداني اللي يحظى بقبول كردي ورضا سني أعتقد سيكون عامل مساعد يعني إقناع السيد الصدر بهذه، وقد تكون هذه الخطوة في أما مشاركة التيار الصدري في الحكومة القادمة سواء كانت في يعني في العلن أم بالاتفاق السياسي غير المعلن. وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77، مضيفا أن الكاظمي سيلتقي شخصيات رفيعة المستوى في نيويورك لتعزيز مكانة العراق الدولية. وسوف يتوجه السيد رئيس مجلس الوزراء مع طاقم من عراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية المهمة. هذا الاجتماع يحظى بأهمية دولية ويعقد كل مرة واحدة كل عام، ولذلك تكون فيه حقيقة اجتماعات رفيعة المستوى فضلا عن مشاركة العراق في هذا الاجتماع. هناك لقاءات مع شخصيات رفيعة المستوى تعقد في نيويورك، وبالتالي يمثل أو تمثل هذه المشاركة أهمية في تمثيل العراق دبلوماسيا ودوليا وتعزز من مكانة العراق دوليا. ينضم إلينا عضو ائتلاف النصر عقيل الأرداني. سيد عقيل، مرحبا بك. دعوة ائتلاف النصر إلى تسوية سياسية دستورية، ما الذي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ومشاهدي قناتكم العزيزة. يعني لا يخفى على الجميع اليوم وعلى حضراتكم وعلى مشاهد الكريم اليوم التحدي اللي موجود بالعملية السياسية وبالشارع العراقي وما حدث في الأسبوع الماضي من تحدي خطير في المنطقة الخضراء وجر الناس أو جر المجتمع إلى الصدام وراحت عشرات الضحايا بهذا الطريق، هذا من المؤسف جدا. لذلك أعتقد مبادرتنا هي أن تكون هنالك حلول وسطية عادلة بين الفرقاء السياسيين، وكذلك إنتاج يعني عملية سياسية عبر الحوائر وليس عبر الإقصاء وعبر البوابات الأخرى. وكانت لدينا أيضا مبادرة في 22 حزيران الماضي اللي يعني مبادرتنا الأخيرة كانت تعتمد على تلك المبادرة، عندما قلنا يجب أن نذهب باتجاه حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة حتى لا يكون الأخوة في التيار الصدري يعتبرون نفسهم يعني مهمشين أو يعني مغلوبين في هذه العملية السياسية. وقد يحدث ما حدث خلال الأيام الماضية في الشارع من تحدي خطير. لذلك يعني مبادرتنا تهدف أولا الحفاظ على السلم في والمجتمع يعني الأهلي العراقي بالدرجة الأولى، والشيء الثاني هو نصل من خلال الحوار لا عبر الإقصاء أن نصل إلى حلول واقعية لمشاكلنا الداخلية. طيب سيد عقيل، وتحدياتنا على المقاطعة. وبالتالي نعبر. لكن حتى نعم. اللحظة لم أفهم من حديثك إلا أن هذه المبادرة هي مبادرة حالها حال المبادرات السابقة. ماذا يعني بتسوية سياسية دستورية؟ هل هناك مثلا بنود جديدة؟ هل هناك اتفاق مع المحكمة الاتحادية على يعني ترتيب الوضع بشكل أفضل بالنسبة للأحزاب؟
على انعقاد جلسات بين الأحزاب تفضي إلى حل ربما هناك فيه تنازلات دستورية؟ لم أفهم يعني ما معنى تسوية سياسية دستورية؟ التسوية السياسية اليوم يوجد خلافات، وتوجد هنالك أيضا اختلافات في وجهات النظر سواء بين الإطار والتيار أو حتى بين البارتي واليكتي بالنسبة للأحزاب الكردية وحتى بالأحزاب السنية، وبالتالي أيضا هنالك حالة من عدم الرضا على الحكومة بالشارع العراقي، وجود تظاهرات في تشرين والتيار الصدري وغيره. بالتالي يجب أن نجلس في حوار عميق يدرس واقع حالنا هذا اللي موجود اليوم إلى وصل إلى طريقة مسدودة، وبالتالي يجب أن تكون هنالك التسوية، يعني يجب أن يكون هنالك تنازلات من جميع الأطراف باتجاه حلحلة هذه الأمور، وأن لا تبقى التحديات بهذه الطريق. نعم. وقد نصل إلى يعني مرحلة الصدام مثل ما حصل في الأيام القليلة الماضية عفوا. نعم. وبالتالي التسوية اليوم أصبحت واجبة أفضل من أي وقت آخر، ويعني أعتقد ما جاء في نقاط السيد الحلبوسي قريب من يعني توجهاتنا من حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة، وأيضا تغيير في قانون المفوضية وقانون الانتخابات، وأيضا يعني كانت مبادرة السيد رئيس الوزراء أيضا قريبة، ونحن رحبنا بهذه المبادرة اللي دعت إلى تسوية سياسية وحوار سياسي. وبالتالي اليوم من كل هذه المبادرات يجب فعلا أن نخرج بتسوية حقيقية لا تهمش طرف ولا تقصي طرف ولا تعتبر أي طرف غالب ولا مغلوب بغض النظر عن الأطراف الأخرى. لذلك هذه التسوية السياسية اللي ممكن أن تنتج لنا عملية سياسية جديدة تفضي إلى انتخابات مبكرة، ومن خلال الحكومة القادمة التي سوف تفضي عنها الانتخابات المبكرة ممكن أن تبدأ الإصلاحات الحقيقية المرجوة اليوم اللي يطلبها الأخوة في التيار الصدري، يطلبها في النصر، يطلبها باقي الأحزاب. لذلك أعتقد يجب أن نذهب بهذا الاتجاه، أما بقاء الأحزاب بهذه الطريقة وبهذه التوترات أعتقد سوف يعني نصل إلى أو نعرض السلم الأهلي إلى الخطر، وهذا ما لا نرجو إلى شعبنا الكبير. نعم. وضحت هذه النقطة عضو ائتلاف النصر عقيل الأرداني، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. الأخبار مستمرة. قضائيا، إذ أعلنت هيئة النزاهة عن إصدار القضاء العراقي قرارا برفع الحصانة عن عضو البرلمان الحالي أحمد عبد الله الجبوري أبو مازن. وذكرت هيئة النزاهة أن قرار رفع الحصانة عن النائب أبو مازن جاء على خلفية الإضرار بدائرة صحة صلاح الدين، لافتة إلى أن أحمد الجبوري استخدم الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة صحة المحافظة دون موافقتها. في الأثناء أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالسجن 7 سنوات بحق المعاون الفني لمحافظ صلاح الدين وبحق 2 من أعضاء لجنة التنفيذ المباشر في المحافظة. وأوضح القضاء أن المتهمين 3 قاموا باستلام السلفة التشغيلية لمشروع إنشاء جملونات لصالح مديرية التجهيزات الزراعية في صلاح الدين دون أن يقوموا بإنجاز المشروع. إلى ذلك، كشفت وثيقة صادرة عن وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار عن إعفاء مدير هيئة الضرائب ومعاونه وعدد من المدراء على خلفية اختفاء مبالغ مالية كبيرة من عائدات الضرائب. وبحسب الوثيقة فإنه تم فتح تحقيق بسبب اختفاء مبالغ كبيرة من إيرادات هيئة الضريبة العامة، وعلى إثر ذلك تم إعفاء مدير عام الهيئة ومعاونه وعدد من مديري الأقسام في الهيئة. وأضاف أن التحقيق ما زال مستمرا من قبل لجان متخصصة في وزارة المالية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وستصدر خلال الأيام المقبلة ستصدر مذكرات قبض بحق عدد من المسؤولين المتورطين في هيئة الضريبة. اقتصاديا، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن النمو المتحقق مؤقت وليس مستداما بسبب اعتماده على زيادة أسعار النفط وعدم تنشيط الجوانب الإنتاجية والقطاعات المهملة كالسياحة وإيرادات النفط.
ووصف صالح نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي بغير المسبوقة، مضيفا أن البنك الدولي قدر وصول معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للعراق إلى 9% خلال العام الحالي. وفي المقابل توقع صالح استمرار المعدلات بالزيادة خلال العام 2023. في ديالى تستمر عمليات تهريب المنتوجات النفطية مما سبب أزمة في أغلب المحطات، حيث يستخدم المهربون طرقا نيسمية يصعب رصدها من الأجهزة الأمنية. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أزمة تليها أخرى تشهدها محافظة ديالى، وهذه المرة بمنتوج زيت الغاز، إذ شح في أغلب المحطات الأهلية وحتى الحكومية. والأسباب كما تبينها المعلومات هي وجود عمليات تهريب ممنهجة إلى محافظات أخرى، بالإضافة إلى تقليل حصة ديالى من المنتوج. تهريب بعض هذه المشتقات إلى المناطق الشمالية، وهذا الموضوع هو ليس من اختصاصنا ولكن اختصاص الأجهزة الأمنية، المفروض هناك حساب بهذا الموضوع. أيضا المفروض تكون هناك رقابة من قبل وزارة النفط على هذا الموضوع ومتابعة المجهز. التهريب الممنهج لزيت الغاز سبب ارتفاعا كبيرا بالأسعار، فيما يستخدم المهربون طرقا نيسمية بعيدة عن النقاط الأمنية، وغالبا ما تكون العمليات ليلا، وهذا ما أكدته قيادة الشرطة بعد إلقاء القبض على بعض المتاجرين بالوقود. نعم، هناك تهريب يحدث في بعض المحطات ليلا، هناك مصادر خاصة بالتعاون مع شرطة النفط تم تعقيب هؤلاء المخالفين وإلقاء القبض عليهم. أيضا تم وضع مفارس تعويقية في هذه الطرق النيسمية اللي عادة يسلكها المهربين من أجل نقل الوقود إلى أقضية خارج محافظة ديالى. أصحاب المركبات ينتظرون يوميا بطوابير أمام المحطات لساعات طويلة من أجل الحصول على 40 لتر فقط، مما أثر على حياتهم الاعتيادية بعد توقف أرزاقهم المعتمدة على المنتوج بشكل أساسي. أخوان، هاي المعاناة صار لها تقريبا ثلاث أشهر عندنا هنا، غاز ماكو شحة، يعني المسؤولين بس نايمين هناك ما يدون شكو ماكو، خلي يطلعون هنا يشوفون هذا الضيب مال المواطن، يعني فوق قهر الحكومة، فوق هاي النوب، هذا الغاز دمرنا دمار، والله دمرنا، يعني ما حد بحالنا، لا حكومة بحالنا لا. وتبقى عمليات التهريب من أهم المعوقات التي تواجه ديالى، خصوصا في الشريط الحدودي الذي يشهد عمليات تجارية وأخرى إرهابية بين الحين والآخر. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. وللحديث أكثر، أو بالعودة للحديث عن ملف صلاح الدين والدعاوى القضائية والأحكام التي صدرت اليوم، ينضم إلينا عضو تحالف السيادة السيد خالد الدراجي. أهلا وسهلا بك. يعني نسألك اليوم، ولربما لأول مرة يحكم متهمون بالسجن في محافظة صلاح الدين، هل تعتقد أن هذا الحكم سيهيئ لفتح ملفات أكبر في المحافظة؟ الحقيقة يعني أختي الكريمة، أولا أنا أشكركم جدا على هذه المقابلة، وأني آسف أنت ذكرتي لي بعض الأشياء، يعني حقيقة أنا ما عندي أي معلومة عنها. أنا الآن كنت في، يعني صار اليومين من البارحة إلى 12 بالليل، واليوم أنا من الصبح لهسه في ناحية الإسحاقي، لأن كان عندهم محاولة يعني احترقت تغذي ناحية الإسحاقي بالكامل بالكهرباء، وكنت معاهم حتى بدلنا المحولة، فما عندي أي معلومة عن الأحكام اللي تقولين لي صدرة. تقدرين تقولي لي؟ نعم. وأقدر أجاوب. نعم، يعني اليوم أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالسجن 7 سنوات بحق المعاون الفني لمحافظ صلاح الدين واثنين من أعضاء لجنة التنفيذ المباشر في المحافظة، يعني بتهمة استلام السلف التشغيلية لمشروع إنشاء جملونات لصالح مديرية التجهيزات الزراعية في صلاح الدين دون أن يقوموا بإنجاز المشروع. نعم، الحقيقة أختي الكريمة، بالنسبة يعني المشاريع محافظة صلاح الدين مشاريع كثيرة جدا، يعني أنا بعد ما فزت بالانتخابات هذه توليت موضوع
يعني متابعة هذه الأمور من زمن المحافظ السابق وزمن المحافظ الحالي. وهذا الموضوع حقيقة أرقني كثيرا جدا، لأنه يعني وجدت أشياء يشيب لها يعني الولدان. وجدت أنه في سامراء على سبيل المثال فقط 74 مدرسة يعني بدأ العمل بها ولم تنجز، إضافة إلى مشاريع أخرى كثيرة جدا. ويعني هذا ملف حقيقة مؤلم جدا، أنه أكو مشاريع يعني وهمية، أكو مشاريع يعني بدأ العمل بها وسحبت سلفها ولم تنجز يعني يعني إلا جزء يسير من عدها. هذا الحقيقة أرهق المواطن وخلى المواطن ينقم على أيضا المسؤولين وحتى على السياسيين. ونحن الآن في محافظة صلاح الدين نعاني معاناة كبيرة جدا من هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال يعني قضاء سامراء اللي أنا أسكن فيه وأني يعني صعدت عنه، الآن سامراء تمر بأزمة خدمات بسبب يعني وضع المجاري فيها. يعني دخل مشروع مجاري كبير جدا في سامراء، الشركة بالبداية بدأت بإنجاز المشروع بطريقة مخلوطة قبل أن نكون إحنا نواب البرلمان، يعني بدأت حفرة المدينة كلها يعني دون يعني عملية تقسيم للمدينة والعمل يكون مقسم بشكل صحيح. هذا الموضوع أرقنا جدا. أنا بعد ما فزت بالانتخابات بديت اتدخلت على الموضوع وغيرت حتى المهندس المقيم، وغيرنا وقدرنا نتعاقد ويا المكتب الاستشاري في جامعة سامراء يعني متابعة العمل. ليش؟ لأن الآن المدينة أغلب شوارعها مقفورة وما بها أي خدمات. طيب سيد خالد، يعني خدمات هذا نعم إذا تسمح لي. نعم. يعني بالحديث أيضا عن سامراء، هذا يقودنا أيضا لسؤال آخر عن 50 مليار دينار، عن 50 مليار دينار خصصت لمشروع سامراء يعني عاصمة الحضارة. نعم. يعني أين وصل؟ نعم. هذا المشروع، أين مبالغ هذا المشروع؟ يقال يعني أن هذه المبالغ التي خصصت ذهبت حتى إلى أقضية أخرى. نعم، هذا الحقيقة يعني مو 50 مليار، هي خصصت تقريبا أنا حسب ما سمعت من السيد المحافظ أنه 60 مليار هي كانت مخصصة لسامراء مشروع عاصمة الحضارة، تم نقل من عندها 55 مليار إلى ديوان المحافظة، إلى مقر المحافظة، وصرفت على تنمية الأقاليم. يعني بالضبط يا على يا قضاء إحنا ما نعرف. وأنا طالبت السيد المحافظ من إجا زار سامراء، وكان يعني مؤتمر في سامراء، يعني خلينا نقول دعا الى سيد النائب مثنى عبد الصمد وكنت انا حاضر فيه، والمحافظ كان موجود والدكتوره عنده كانت موجوده، وانا طالبت المحافظ بهذا المؤتمر ان ترجع هاي الاموال الى سامراء. اضافه لهذا الحقيقه انا بدوري كرقابي وتشريعي انا طالبت السيد المحافظ بان ينطينا ما هي المشاريع المقترحه للمدينه وللمحافظه، وما هي الاموال المخصصه للمحافظه، وكيف ستقسم هذه الأموال. وأنا إن شاء الله بالأيام القادمة يعني سأتولى هذا الموضوع بنفسي عن طريق المحافظة، وإذا أكو أموال مأخوذة من المشروع سنحاول قدر الإمكان وبجهد يعني إن شاء الله كبير جدا إرجاع هذه الأموال للمدينة. بس لا. الحقيقة المدينة تعاني كثير، يعني ليس فقط موضوع مشروع سامراء، يعني المدينة من 2013 وكثير من المشاريع يعني بدأ العمل بها وتركت ولم تنفذ، مدارس ويعني أشياء أخرى وبنايات. يعني هذا يقودنا يعني إلى سؤال آخر سيد خالد بشكل سريع، هل تعتقد أنه في المرحلة المقبلة من الممكن أن يكون هناك تحسن في محافظة صلاح الدين من ناحية الخدمات، خصوصا وأن شكاوى المواطنين مستمرة؟ والله أنا ما أقدر أجاوبك هذا. نعم. يعتمد هذا حقيقة يقدر يجاوبنا يا سيد المحافظ. أنا تكلمت وياه بأكثر من مرة وسألتقي به قريبا إن شاء الله، ويعني يحتاج من السيد المحافظ. نعم. أولا أن يتحرر من الضغوطات، هذه نقطة جدا مهمة وأكررها لأكثر من مرة. نعم. المحافظ في صلاح الدين الآن يتعرض إلى ضغوط سياسية، وهذا طبعا سيؤدي إلى يعني عدم تنفيذ المشاريع بشكل صحيح. نعم. إحنا ندعو المحافظ من هذا المنبر أن يكون على مسافة واحدة وأن يمارس عمله
كمحافظ دون أي ضغوطات من أي جهة أخرى، لأن هذا الموضوع سيؤثر سلبا على إنجاز المشاريع في المحافظة عموما وفي سامراء خصوصا. احنا حقيقة هذا الموضوع عرفنا لأنه احنا السيد خالد الدراجي اعتذر منك لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك وشكرا. والله عندي كلام كثير جدا، يعني الكهرباء سنستضيفك يعني في نشرات اخرى وفي تغطيات اخرى في قناة الفلوجة الفضائية. كنت ضيفنا السيد خالد الدراجي عضو تحالف السيادة، شكرا جزيلا لك وشكرا لوقتك. شكرا، اهلا وسهلا. الأخبار مستمرة. افتتح محافظ كركوك ركان الجبوري محطة شوراو الثانوية التي ستسهم في تغذية عدد من الأحياء الشمالية بالطاقة الكهربائية. وأوضح عدد من مدراء توزيع كهرباء كركوك أن تشغيل المحطة سيسهم في تجهيز واستقرار الطاقة، فضلا عن مساهمتها في توفير المياه نظرا لربط المحطة بعدد من مشاريع المياه، كاشفين عن إنشاء محولات في نواحي ألتون كوبري وشوان لمعالجة الاختناقات وضمان استقرار الطاقة، مبينين أن العمل في المحطة كان متوقف منذ سنوات بسبب الظروف الأمنية وقلة التخصيصات المالية. تم افتتاح اليوم محطة نور سيتي الثانوية. المحطة تتكون من محولات ومعدات قدرة 2x1.35. طبعا المحطة راح تعالج الاختناقات الموجودة في منطقة رحمة ومنطقة الشورى ومنطقة بارد خانة ومنطقة دروازة. بدأ العمل في تنفيذ هذا المشروع سنة 2013، لكن بسبب أحداث داعش الإرهابي توقف العمل بسبب الأعمال الإرهابية والظروف اللي مرت بها البلد وقلة التخصيصات المالية، لكن من بعد انتهاء هذه الأحداث تم تسريع العمل بجهود السيد المحافظ المحترم وبجهود كوادر مدير توزيع كهرباء كركوك وبتعاون مع الشركة المنفذة. تعتبر محطة نور سيتي أحد أهم المشاريع التي ستساهم في حل مشكلة الماء في المحافظة، كونها تزود أو يعني بإمكانها تزويد وكشوفاتها حاضرة بتزويد مشروع ماء خزان رقم 2 بكهرباء طوارئ ومشروع ماء يارولي 2 إضافة إلى مشروع ماء يارولي. تسعى محافظة الأنبار لإقامة أكبر منتجع سياحي على بحيرة الثرثار غربي المحافظة بعد عرضه على الشركات الاستثمارية، وذلك في إطار خطة لاستقطاب السياح وتشغيل الأيادي العاملة وتحسين الواقع الاقتصادي. واحدة من أجمل البحيرات الاصطناعية في العراق تشكلت بعد بناء سد سامراء لأغراض الري والسيطرة على مياه فيضانات نهري دجلة والفرات. بحيرة الثرثار ها هي الآن على موعد لإقامة أكبر منتجع سياحي في الأنبار. تتنوع الطبيعة الجغرافية في لمحافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق، طبيعة سياحية ضمت معالم ومواقع أثرية شاخصة مؤهلة لأن تكون مرافق سياحية في هذه المحافظة، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية اللي أحدثتها الطبيعة مثل البحيرات مثل الشلالات في مدينة البغدادي، التكوينات الأرضية مثل مدينة مثل موقع الخسفة في مدينة حديثة، كل هذه عوامل تضاريس ساعدت أنه تتأهل هذه المواقع لأن تكون مواقع سياحية في المستقبل. عرضت مناطق بحيرة الثرثار من الجهة المحاذية لناحية البغدادي غرب الأنبار كفرصة استثمارية لما لهذا الموقع من أهمية سياحية بارزة والتي تقدر مساحتها بأكثر من 100 دونم. خطوة جادة من حكومة الأنبار من إنشاء منتجع سياحي في بحيرة الثرثار. هذا المنتجع مهم جدا، راح يخدم العراق ومحافظة الأنبار. تعرفون اليوم راح يصير عندنا مو بس بالحباني، اليوم هم بحيرة الثرثار مهم جدا، راح يخدم الزوار من كافة المحافظات. نتأمل بإسراع إنشاءه ويكون مجمع ترفيهي لكافة العراقيين ومحافظة الأنبار. وبحسب مختصين فإن إقامة مدينة سياحية جديدة في بحيرة الثرثار ستنعش اقتصاد المحافظة المالية وتنشط دور السياحة بشكل أكبر، إضافة لإكمال سلسلة البناء والإعمار التي تشهدها مدن الأنبار. بحيرات وأماكن سياحية عدة منها الحبانية والثرثار وسد حديثة ونواعي رهيت والأماكن الأثرية في راوة وعانة والقائمة،
هذه أهم الأماكن السياحية التي من المؤمل أن تتسع فيها الاستثمارات السياحية لتكون دخلا إضافيا لموارد المحافظة وتشغيل آلاف الأيدي العاملة. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. حدد إقليم كردستان هدفه في هذا العقد، وهو أن يكون المركز التجاري الأول في الشرق الأوسط، وذلك من خلال طرحه لرؤيته الممتدة حتى عام 2030. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. نحو مستقبل واعد ومشرق تخطو حكومة إقليم كردستان بجعل الإقليم مركزا تجاريا دوليا مهما في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز عملية التبادل التجاري بينه وبين دول الجوار. جاء ذلك من خلال مؤتمر خاص احتضنته أربيل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة لمناقشة رؤيته الممتدة من عام 22 ولغاية عام 2030. يسعى إقليم كردستان خلال السنوات القادمة أن يكون مركزا تجاريا واستثماريا، وذلك من خلال وضع آليات وبرامج تطويرية ستشارك فيها جميع الوزارات في الإقليم، إضافة إلى تنسيقنا المشترك مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. خطوات إقليم كردستان ستشمل تطوير جميع مؤسساته الحكومية من خلال استضافة جميع الوزارات لوضع برنامج عملي متطور، إضافة إلى تقليل البطالة وتطوير القطاع التعليمي وإلى أهمية كبيرة في القطاع الزراعي والاستثماري وملف الطاقة المستدامة. في المؤتمر عرضنا جميع السيستم اللي نقدر نتطور بها في جميع المجالات، منها المواطن والتربية والتعليم والصحة وإيد العاملة. ونجح إقليم كردستان في البناء والتنمية والتطور رغم مصادر تمويله المتعرضة لقرارات قضائية يصفها الإقليم بالمجحفة، فيما تستمر مساعيه إلى فتح آفاق متطورة في جميع المجالات الاستثمارية والخدمية. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. قصة نجاح كتبها مهندس زراعي في بغداد بعد أن نجح بزراعة نبتة كان من المستحيل زراعتها في العراق، والتي من شأنها أن تكون بديلا عن السكر، فحلاوتها تعادل حلاوة السكر المستخدم بعشرة أضعاف. المزيد في التقرير التالي. التصميم والإرادة من خلال تكرار المحاولات كانت نتيجتها إيجابية. أحد طلبة الدكتوراة ينجح ولأول مرة بالعراق وعلى مستوى المنطقة بزراعة وإنتاج بذور نبات سكر الاستيفيا. فطالب الدكتوراة في كلية الزراعة بشير الجنابي استطاع وبجهود وتكاليف شخصية من التوصل إلى بذور وزراعة نبات كان من المستحيل أن ينبت في بلد مثل العراق أو حتى في البلدان المجاورة بهذه الكثافة أو الكمية، فمن المعروف عنه إنه يزرع في بلدان استوائية. زراعه هذا النبات الاستيفيا في امريكا الجنوبيه، في باراغواي، المكسيك، مرورا بالاورغواي، ويزرع في اليابان والصين. اول مره زرعت بهذه الكميه، والاول مره البحث، اول مره على مستوى العراق ومستوى المنطقه انه معالجه البذور النباتات. طبعا التقينا الى فكره انه اغلب البحوث اللي موجوده لزراعه معالجه البذور، فأغلب الباحثين يأخذون البذور من النبات الأستيفيا ويروحون يعالجونه، يخلون منظمات نمو أو هرمون أو مغذيات وبعدين يزرعوه، وبالتالي تطلع نفس النتيجة. لكن إحنا عندنا فكرة جديدة إنه نعالج البذرة وهي على النبات الأم. أما الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وبحسب ما يقول بشير فهي ليست بالقليلة، وهذا ما دفع بعض المنظمات الأجنبية للتواصل معه ودعمه في وقت طالبت الجهات الرسمية بتوفير الدعم له وتحويله إلى منتوج وطني. هاي النباتات تحتوي على مادة اسمها ستيفولغليكوسيد. هاي ستيفولغليكوسيد مستخلص المادة المحلية، طبعا تباع بالأسواق العالمية تقريبا ما يقارب 150 ألف دولار الطن الواحد. أما الأوراق تباع تقريبا ما يقارب، يعني الأوراق الطن الواحد تباع تقريبا ب 5000 إلى 6000 دولار، وجذوة اقتصادية مو كلش عالية، إضافة إلى الخصائص الطبية. أجت نعم منظمات أجنبية دعمتني بهذا الموضوع، وقالوا نوفر لك إن شاء الله، يوفرون جميع الاحتياجات اللي يحتاجها
بخصوص هذا النبات، ونتأمل من خير، ومن الحكومة نتأمل خير إن شاء الله. تدري أنت خطينا خطوة كلش مهمة، إنه أقلمنا النبات وزرعناه بالعراق، هذه خطوة بحد ذاتها هي نجاح. بشير واحد ربما من العديد من الأشخاص الذين يملكون أفكارا إبداعية وتطويرية، لكن المشكلة الأساس التي تواجههم دائما غياب الدعم الحكومي لتلك الأفكار التي يمكن تطويرها والاستفادة منها. سيف علي، قناة الفلوجة، بغداد. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. حلول الحوار تبشر بإنهاء الانسداد، اجتماعات حاسمة بأربيل وبغداد، والتسوية الدستورية أساس يمنع تجدد الأزمات. بعد أن تسرب فساده صوتيا، أبو مازن بلا حصانة تمهيدا لمحاكمته، والجملونات تزج بمسؤولين في السجن. طرق نيسمية في ديالة تتسرب منها أطنان من الوقود المهرب، مافيات متنفذة تفرغ المحافظة من مخزونها. بمساحة أكثر من 100 دونم، الأنبار توسع الاستثمار السياحي وتخطط لإنشاء أكبر مجمع سياحي في الثرثار. رغم التحديات الاقتصادية، الإقليم يطلق رؤية 2030، الهدف تحويله إلى المركز التجاري الأول في المنطقة. إلى هنا انتهت نشرة اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء.